بصورة مسربة لي أول ظهور لشيرين عبد الوهاب من المستشفى يدمي القلوب تواجه صعوبة في التنفس. أبكت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب العالم بعد دخولها المصحة عقب أخبار عن إدمانها على المخدرات. إذا يا قلبي حتى مني كل حاجة لما كان جوايا روح. وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نسبوها إلى شيرين من داخل المستشفى ظهرت فيها وهي مستلقية على سرير وتستعين بجهاز تنفس اصطناعي، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة حيث عبروا عن حزنهم على الحالة التي وصلت إليها شيرين. إلا أن وبعد البحث تبين أن الصورة المتداولة لشيرين ليست حديثة، إنما تعود إلى العام 2017 حين تعرضت شيرين لأزمة صحية خلال رحلة لها إلى الساحل الشمالي في مصر. وفي سياق متصل أعربت هنا الفقي ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن دعمها لها بطريقة مؤثرة، وذلك في ظل الأزمة الكبيرة التي تواجهها حاليا بعد الحديث عن إدمانها على المخدرات بحسب ما أكد شقيقها ووالدتها ووضعها في المستشفى لتلقي العلاج. فقد نشرت هنا على صفحتها الخاصة عبر موقع تيك توك مقطع فيديو تضمن صورة لها مع والدتها ظهرتا فيها وهما تحتضنان بعضهما البعض، وأرفقت الفيديو بمقطع من أغنية تقول سأعيش معك حتى لو كنا أشباح لأنك دائما كنت هناك من أجلي عندما كنت بأمس الحاجة إليك. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها صورة أو فيديو لشيرين تنسب إلى أزمتها الصحية الحالية، فقد انتشر يوم أمس فيديو من مقابلة مصورة سابقة لشيرين تتحدث فيها عن الإدمان وتنفي إدمانها، وظهرت شيرين في الفيديو مؤكدة أنها لا تتعاطى المخدرات أبداً، لافتة إلى أن هناك العديد من أنواع الإدمان من الإدمان على الأدوية أو الأكل وحتى العادات السيئة. وقالت شيرين في الفيديو إحنا فل وما فيش مخدرات ولا حاجة، إحنا شمعة منورة. الإدمان ملوش علاقة بالمخدرات بس. أيوة. إحنا فل ما فيش مخدرات حلوة قوي إحنا شمعة منورة. أيوة بس الناس كنت حابة